أتمنى من قاعد اللي شاف الفيديو يشترك معنا في القناة ويفعل جرس الجرس باش يوصل الجديد ديالنا. وبالنسبة اللي بغي يعرف الوصفة السحرية والطعمة راه كاين فيديو في الشان في الفيديوهات فيه 14 دقيقة يدخل لي ويستافد. قالوا لواحد الجروب ديال الرياض الصيادين يصيفط لي ميساج من رشي في الواتساب وندخلو ويستافد معنا ان شاء الله. شكرا كثير، الله يبارك. اخوان السلام عليكم، رجعنا لكم فلوق جديد، معنا الاخ فيكار. السلام عليكم اخوان، كديرين هانين صحه لاباس؟ حنا ان شاء الله نمشيو نتحركوا المصيد كما العاده. المول هو المنفذ الواحد اللي عندنا في كازا. مشيو اخويا، مشيو للمرسى ياك اخويا، نتغداو شي حاجه؟ ناخذوا الطعيم ان شاء الله، نتوكلوا على مولانا. صافي كما العاده نمشيو لفتره بعدا، ونمشيو ان شاء الله للمرسى ناخذ شي طعيمات شي لعيبه ونوريكم مرسى عاوتاني من وصولها. بيس اخوان السلام عليكم، احنا في المرسى. ونكمل عاد احنا داخلين المول. شوف على الله ندخلوا، صافي قال لنا الرياض دخلوا ولكن ما قاش عليهم. احنا شحال نطلبوا زهرنا وندخلوا؟ شوف البحر شحال مهزوز. نطلع على من هذا البلاصه هذه. ريس بيكار الاخوان، احنا باقيين مازال في المول، مازال معنا الرئيس الكبير ديالنا الرئيس برجا. الله يحفظك اخ برجا. كما كتشوفوا معنا، لا مش مش واخا تعطلت علينا، مش كما كتشوفوا معنا الاخوان. شو ام وحدانا الرياس هادو كيلوح الشكر، ها انتم تشوفوا حدانا وكيشبدوا اخويا في المول. وشو ولي حي الشبكه ما فهم والو، ما يديروش الشاشير بار ولا شي حاجه. شوف شوف شحال ديال عندك، شكون ما لاصقاش لها مزيان. شوف الله يسعدك، هذاك العام ديال غير مزيان وكان طعمنا ليه بالفرح. ها الرئيس، شحال تما شي 3 كيلو؟ شنو 3 كيلو؟ ازاز ازاز دار اصاحبي. وي طاحت لك اصاحبي، طاحت الرئيس، طاحت لي طاحت لي الشراسه. ها؟ علاش درت لك انا؟ هاني اخوان، تبارك الله تقويت كثير، اللهم بارك تبارك الله، اللهم بارك سبحان الله. شدينا هاد البرعة هادي ولكن نطلبوها ما فينا اللي نديو ندير القهوة البرعية هادي. واش راك سير الله يلا فوق هذيك تزعزع، هذيك تزعزع، واضح هاي الموجة، هذه الموجة كتزعزع. لا اله الا الله، اللهم بارك. حيد you
خارجين من المول دابا واخا ما كانت الحاصل لي والو، ولكن تفرشوا معنا في الاخطار ديال المول. هي زوين، هي زوين، خليك الرئيس فيك خير الشهوه. الرئيس فيك فزق فزق ترى فزق يا معلم فيك ترصد ابو جزاك. يلا خوت خوت ان شاء الله. السلام عليكم. وبالنسبه لاحسن طعم هو العكريش، راه درت عليه فيديو في القناه ديالي، دخلوا شوفوا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.